طلابنا حاضرين ان شاء الله بالمحاضرات السابقه، يعني we talk about the test of significance as a whole وشلون نختار البروبر تيست اوف سيجنيفيكانس. فكانت يعني المحاضره الاولى اللي هي كانت مقدمه للتيست اوف سيجنيفيكانس تشويسمنت او تشوزنج اوف تيست بروبر تيست اوف سيجنيفيكانس، انضينا بها في السبيسيفيك كرايتيريا اللي على اساسها يتحرك الباحث او يتحرك الطالب. هذه الكرايتيريا قلنا يعني نقطه الشروع بالاختيار هي كان التايب اوف فاريبلز وذر بارامتريك او نون بارامتريك اللي هم تعرفوها كوانتيتيف او كوالتيتيف فاريبل. من عندها راح نتحرك في اختيار البروبر تيست اوف سيجنيفيكانس. فاذا كانت كوانتيتيف فاريبل اللي هو حديثنا بالمحاضره السابقه وهذه المحاضره راح نعتمد على التايب اوف كومباريزن، يريد يقارن لي سامبل واي بوبيليشن، يريد يقارن لي العفو تو سامبل، يريد يقارن مين وي مين بالاضافه للستاندرد ديفيشن مالتهم، او يريد يقارن التو بروبورشن كان يكون مثلا عندنا فد سبيسيفيك بروبورشن للسامبل الاولى وي البوبيليشن او سبيسيفيك بروبورشن للسامبل الاولى وي السامبل الثانيه. فعلى اساسها نتحرك. كانت اكو عندنا مؤشرات من ضمنها نتحرك ايضا افايلابيلتي اوف سيجما، سيجما اللي هي نفسها ستاندرد ديفيشن اوف ذا بوبيليشن، او افايلابيلتي اوف السامبل سايز اللي هو مور ذان 30، قلنا اذا اكثر من 30 فيكون البروبر تيست اوف سيجنيفيكانس اللي نختاره اللي هي الزد تيست. عموما كبدايه لمحاضرتنا هذه مثل ما اخذنا سابقا على انه المحاور اللي نتحرك من ضمنها، المحور الاول هل اريد نقارن سامبل بسامبل او اريد نقارن بوبيليشن سامبل بوبيليشن. الجزء الثاني اريد نقارن مين بمين لو اريد نقارن بروبورشن بروبورشن، لهنا واضح ان شاء الله. التيست اوف سيجنيفيكانس فور دي سايز اقل من 30 وفي نفس الوقت ان افايلابيلتي اوف سيجما، فهنا راح يكون البروبر تيست اوف سيجنيفيكانس اللي نختاره هو التي تيست. تي تيست از ا سمبل انتيتي هو نفسه يسمونه ستودنت تيست، هو سنجل سامبل سنجل ان اوفيشال فورمال تيست اوف سيجنيفيكانس تو كومبير ذا ديفرنس او كومبير سيجنيفيكانس ستاتستيكال ريليشن بتوين variables. As a simple definition, the single sample t-test is used to compare the single sample mean with the mean of population. يمتى هذا نستخدمه؟ إذا كانت sigma is unknown و sample size is small, less than 30. إذا sigma is unknown, sample size أكثر من 30, فهنا على tendency for usage of z-test. Formula for the t statistic هي نفس الفورمولا ونفس الستراكشر اوف ذا زد تيست، ما عدا t statistics تستخدم للسامبل ستاندرد ديفيشن باعتبار هناك زد احيانا نستخدم السيجما اللي هي نفسها population ستاندرد ديفيشن. تيست اوف سيجنيفيكانس formula for the t هي نفسها mean minus mu. إذا أريد أن أقارن سامبل وبوبيليشن، إذا أريد أن أقارن بين تو سامبل راح تختلف هنا مكان الميو راح تكون لي المين الثاني. تقسيم ستاندرد ديفيشن على من؟ على جذر ان. فشيء شبيه جدا بالفورمولا اوف زد تيست. الستيبز اللي نستخدمها بالبدايه هو ستيتمنت اوف نل هايبوثيسيس، النل هايبوثيسيس مثل ما حفظناكم ياس بالمحاضرات السابقه اللي نقول بها بالبدايه وي اسيوم ذات ذير از نو ديفرنس بتوين بين من هو مطيك مثلا مين اوف بوبيليشن وي مين اوف سامبل، وبذلك راح نستخدم نقول ذير از نو ستاتستيك او سيجنفكنت ستاتستيكال ديفرنس بتوين ذا مين اوف بوبيليشن. لنفترض على انه جاي يستخدم لك او بالسؤال مطينا سيرام كوليسترول ذا مين اوف بوبيليشن ذا مين اوف سيرام كوليسترول اوف سامبل الفلانية regard in comparison with the mean of population. If there any difference لازم they will have هذه العبارة. If there any difference is due to statistical error or chance.
الاستاذ ذكر الايرور اخذناها ان ايرور 1 وايرور 2 اللي هو ومداخلات الالفا والبيتا بالمحاضرات السابقه. اذا كانت الكومبارزم اللي طالبها فور تو تيل فهنا بامكاننا نستخدم النل هايبوثيسيس اونلي، ولكن اذا كانت الكومبارزم الرايت فور وان تيل يعني جريتر لسر مور او نستخدم لك واحده من الكلمات هذول فهنا المفروض وي اسيوم ذي الترناتيف هايبوثيسيس. الترناتيف هايبوثيسيس نفس الكليشيه يعني نفس الصياغه مال مال مالت النل هايبوثيسيس، ولكن شنو اسيوم ذات ذير از ا ديفرنس. If there are any differences due to statistical error, if there is no differences, عفواً أنا لازم أذيلها بي due to statistical error أو chance. So statistical error مثل ما وضحنا بالمحاضرات السابقة. بعدها المفروض الخطوة اللي بعدها اللي هو calculation of the t value. بالcalculation of t value راح يدخل هنا لفد مدخل آخر اللي هي degree of freedom. Degree of freedom اللي هي نفس راح تساوي لك n minus one. هذا خصوصا اذا كانت الكومباريزن بين سامبل اند بوبليشن. الخطوه الرابعه اللي هو ستيتمنت اوف ذا كريتيكال فاليو من التي ديستريبيوشن تيبل، شلون ما يعني اعطيناكم اياها بالمحاضرات السابقه اكفد شيء اسمه زد ديستريبيوشن تيبل اللي من عنده تختار القيمه المقابله للزد وتعرف من عندها قيم البروبابيلتي. هنا ايضا راح نتناول نفس الـ يعني او نستخرج البي فاليو من التي ديستريبيوشن تيبل. الأخيرة اللي هي drawing a conclusion to compare the calculated to critical value. مثل ما اتفقنا أيضا بالزد تيست إذا طلعت t value هي larger computed الcalculated أكبر من computed فهنا المفروض نقول b value is lesser. بما أنها is lesser so we will reject null hypothesis يعني أكو significant statistical difference. Comparing of the calculated to the critical value from the table to determine the significance. إذا calculated t value is smaller than the critical value فمعناها ال p value أكبر من 0.05 so we will accept the null hypothesis. إذا calculated t value is equal to larger than the critical value فمعناها البي فاليو هي اقل من 0.05 او احيانا ما نقارن احنا بال 0.05 نقارن بال 0.01 وبذلك راح تكون لي على confidence interval of 1 العفو percent اللي هو نفسه 99% او على confidence interval of 5% اللي هو نفسه ال 5%. طلابنا الاعزاء عندنا هذا التو تيل وهذا الون تيل فور تي تيست. قلنا اذا اراد يعني في صيغه السؤال يسالك شلون يعني لسر جريتر هاي فراح نستخدم هذا التيبل هذا البارت اوف ذا تيبل. واذا كانت يسالك عن يعني سؤال مالته كان بلايندلي فلذلك راح يكون الدايركشن فور ارانجمنت باي ذا ستيبل. عموما عندنا تو تيلد اللي هو تو تيلد فور تي تيست. هنا ديجري اوف فريدم وديجري اوف فريدم نحسبها قلنا ان ماينس 1 ان ماينس 1 لنفترض على انه سامبل سايز اللي معطيك اياها هي 26 26 فالمفروض 26 ناقص 1 25 نروح على هنا عندك different level different level. مرة يقارن لك اياها بال 0.1 هذه 0.5 ومرة بال 0.001 فهنا حسب الكلاس المستخدمينه فهنا هذه القيمة الموجودة هنا اللي هي 2.787 هذه هي قيمة التي اللي نسميها computed. ايش قد طلعت لي من هناك لنفترض ثلاثة اكبر من هذه القيمة بما انها اكبر so we will
assume that there is a significant statistical difference, يعني الـ p-value أقل من الـ 0.05. So we will reject the null hypothesis. طلعت لي واحد لنفترض t يعني calculated t بما أنها واحد lesser than the computed. So the p-value is greater than 0.05. بما أنها أكبر من الـ 0.05 يعني there is no significant statistical difference. لنفترض طلعت لي 2.3 2.3 هي أقل من هذه ولكن شنو في نفس الوقت هي أكبر من هذه، واضحة؟ الكبر مالتها معناها it is none significantly أو has no significant statistical difference at the level of 0.05 ولكن it is had a significant statistical or has significant statistical difference at level of 0.01. فهنا أنا choosing أو choosement of the level of difference هو في شيء ضروري جدا حتى تعرف ال significant difference. لنفترض على أنه اللي انطاك ياها الكومبارزم هي one tail وراد من عندك تعرفها يعني بها في significant or non significant statistical difference regarding one way كان يكون larger greater، فبما أنها larger معناها tendency to the right side of comparison يعني بالpositive side، وطبعا هي بالpositive side بالnegative side نفسها بس مقلوبة يعني ما عندنا مشكلة بها. في one side دائما نستخدم table of comparison، لنفترض ما أخذ لفد 13 شخص يعني n minus 1 راح تكون لي set of comparison هذه ياها الموجودة، بال 0.05 راح تكون هي 2.218 بينما بال 1 side هي 1.3 فإذا طلعت لي أكبر من هذه القيمة معناها there is a significant statistical difference so we will reject the null hypothesis. نجي على فد example حتى يسوي لنا illustration للحكي اللي حكيناه. The mean weight of 9 malnourished 6-year-old children هو 17.3 kg و standard deviation of 2.51 kg. If the weight of 6-year-old in the general population is normally distributed, والميو مالتها هي 20.9 kg. Determine if the weight of the sample is significantly differ from the population of 6 years old. طلاب نجي نفصل المسألة. أولاً هو السائل علينا على weight، والweight مثل ما تعرفون هو quantitative variable ما مقسمينها إلى significant categories يعني يكون أكبر من هذا أو أقل من هذا، وبذلك it is a quantitative. الquantitative راح يجيك هسه شيئين ببالك، هل هو يريد يقارن sample وsample أو يقارن لك sample وpopulation. بما أنه يقارن لك هذه 9 under nourished 6 years old children مقارنها ويا من؟ ويا general population. فإذا الخطوة الثانية اللي جاي يقارن لي بيها هي شنو؟ population يقارنها ويا sample. هذه محورين حتى أتسلسل بالحل. الثالثة المحور الثالث اللي جاي نتوجه به هل هي sample size أكثر من 30 أو أقل من 30؟ بما انها اقل من 30 اباوع للسيجما، السيجما موجوده لو ما موجوده؟ هنا أنا ما منطيني سيجما، فاذا سامبل سايز اقل من 30 وبنفس الوقت ان افيلابيلتي اوف سيجما منطيني ستاندرد ديفيشن فور ذا سامبل اونلي، وبذلك الزت هنا يعني ما نقدر نستخدمه، راح نتوجه على اليمن على التي. تي وش تي؟ تي بتوين سامبل اند بوبوليشن. Determine if the weight of the sample significantly differ from the population of 6 years old or no. فهنا الخطوات نتبعها كالتالي. الخطوة الأولى اللي هي statement of the null hypothesis. نفس الصياغة. We assume that there is no difference between the mean weight of malnourished 6 years old children to the mean weight of 6 years old children in the general population. And this observed difference
أو the observed difference is due to chance or sampling error. Alternative راح تكون we assume that there is a difference. هل difference هذه between statistical between the mean of weight of the population we are mean mean weight of mean weight of malnourished children. هذه الستيتمنت يعني راح تحصل لك بيها شيء من الدرجه على الاجابه لسؤالك. بعدها الخطوه اللي بعدها المفروض نحسب التي. التي حتى نحسبها ايش نحتاج؟ نحتاج المين. هذا مين موجود؟ مين الاولى اوف ذا سامبل. نحتاج المين الثاني للبوبيليشن، ونحتاج الستاندرد ديفيشن، ونحتاج الان. فكل المعطيات تقريبا موجوده، فراح نطبق تطبيق مباشر. هذه المين اوف ذا سامبل ماينس ذا ميو اللي هي نفسها المين اوف ذا بوبيليشن، ناخذ القيمه المطلقه لها حتى ما تطلع لي بالسالب، حتى الكومبارزن تكون سهله على الستاندرد ديفيشن على جذر ان. الخطوه اللي بعدها هي قضيه تعويضيه ونقسم، راح تطلع لي اربعه four point 300.03. واضح ان شاء الله. هذه شنو هي؟ هذه قيمه التي فاليو. بعدها اروح اقارن وياما، اطلع المفروض ديجري اوف فريدم. ديجري اوف فريدم مش قد عندي العدد؟ 9 ناقص 1 طلعت لي 8. ال 8 اروح ادورها وين؟ بجدولي. هذا الجدول هو منطينا مقارنه رايد اكبر اصغر، ما منطينا مقارنه زين. 8 اشوف المقابل مالتها بالبوينت 05 والمقارن العفو قيمه التي بال 0.01 بال 0.05 وال 0.01. هنا انا قيمتها 2.31 وهنا 3.36. قيمة اللي طلعتها انا اصلا 4 فهي اكبر من عندهم اثنينهم. Since the calculated value is larger than the critical tabulated value بال 95% level, therefore the p value is lesser than 0.05. Calculated value is also larger than the critical tabulated value بال 99% level. Therefore, the p-value is lesser than 0.01. Conclusion, we reject the null hypothesis, which means that the mean weight of malnourished 6 years old children significantly differ from the mean weight of the 6 years old children in the general population. As إن شاء الله واضحة هذه الفقرة. ننتقل الى الجزء الثاني للتي اللي هي comparison of two sample tests for independent sample. هسه عندنا two sample اريد نقارنهم. ايضا نفس المجريات راح المفروض يجينا فد شيء كوانتيتيف، والكوانتيتيف سيجما مالته ما موجوده والسايز مالتهم اقل من 30، فيكون التوجه هم الكوانتيتيف كومبارزن بين تو سامبل، تو سامبل مو سامبل وبوبيليشن، فتكون التوجه هنا الى الكالكوليشن اوف ذا تي تيست او بين تو سامبل مين. ذا تي تيست ستاتستكس ذات ريكواير تو بوبيليشن ار نورمال وذ نون فيريانس، هاي بالنسبه للزد. او سامبل سايز ار جريتر ذان 30، مو المجموع مالتهم، كل واحد اكثر من الثالث. Therefore the sample variance may be used to estimate to provide an approximation to Z statistics. وبذلك when the population variance is unknown او sample size are small for one or both، اذا وحده اقل من 30 والثانيه كانما تكون مثلا 500، ما عندك مشكله انت تستخدم هنا t-test. The t-test can be used if it is assumed that the population variance are equal. The sample are taken from two normal approximately normal distributed population. لذلك راح تكون عند المعادلة
for testing of t-test, a comparison between two sample mean of different population. انت بالاسامشن يعني تخلي لك في افتراضيه بدائيه على انه البوبيليشن هم نفسهم متساويين، الجنرال بوبيليشن هم نفسهم متساويين بالمين مالتهم، وبذلك يعني حتى تتخلص من الجنرال بوبيليشن تكون كومبارزن بتوين ذا سامبل اونلي. الهايبوثيسيس اللي راح نفترضها هي النل هايبوثيسيس والالترناتيف هايبوثيسيس. النل هايبوثيسيس هي ميو 1 ماينس ميو 2 تساوي 0، والميو 1 ماينس ميو 2 يكوال تو 0. هاي بالنسبه للالترناتيف هايبوثيسيس. تيست ستاتستيك از تي تيست ستاتستيك اللي هو شو يشمل لك؟ يشمل لك المين ماينس المين الاولى ماينس المين الثاني. الميو الاولى ناقص الميو الثانيه احنا افترضناها على انها تساوي زيرو حتى نتخلص من البسط، جزء من البسط العفو، نقسمها على فتشي اسمه البولد اس او الستاندر اس، الاس الاس فور ذا المين الاولى ناقص المين الثاني. هذا الستاندر ايرور، الستاندر ايرور فور ذا فيرست مين ماينس ذا سكند مين it's equal to under the square root standard او اللي هي هذه البولد اس سكوير مضروبه في 1 على ان 1 زائد 1 على ان 2. البولد اس بولد اس سكوير او سكوير بولد اس تساوي ان ناقص 1 مضروبه بالستاندرد ديفيشن الاول تربيع زائد ان 2 ناقص 1 مضروبه بالستاندرد ديفيشن الثاني تربيع على الان 1 زائد ان 2 ناقص 2. راح يكون ريتروجريد استيميشن، يعني اول ما طلع البولد اس بعدها شو تسوي الخطوه اللي بعدها؟ ترجع وين؟ ترجع لي على حساب ما تحت الجذر. خلصت منها حساب ما تحت الجذر راح يطلع لك هو نفس الستاندر ايرور، تجيبه وين تخليه بالمقام، وبعدها يلا تحسب التي. نجي على الكالكوليشن اوف ديجري اوف فريدم. هنا الكالكوليشن اوف ديجري اوف فريدم يختلف بال يعني الجزء السابق قلنا هي ان ماينس 1 بس هنا صارت عندي 2 ان، الان الاولى زائد الان الثانيه ماينس 2، كانما نقصت الان الاولى ناقص 1 والان الثانيه ناقص 1، وبعدها بعدها قس العفو جمعت. فالخطوه اللي بعدها او اكو مسميات هنا مرت علينا بالمعادله المفروض نعرف كل وحده ايش تساوي. الاس تربيع فور بي هي نفسها البولد فيرينس، الاس تربيع الاولى هي نفس الفيرينس اوف ذا سامبل، والاس تربيع فور سكند سامبل هي الفيرينس فور ذا سكند سامبل. الان 1 هو سامبل سايز الاول والان 2 هي سامبل سايز الثاني. طلع حسبت والحسابات احيانا شويه يعني يكون بيها فد ايرور، شلون تحاول تتاكد من حلك باثناء الحل، باثناء ما جاي تحل تعرف انت مشيت بالاتجاه الصحيح او بالاتجاه الخاطئ. هي معادله والتعويض مالتها يكون بسيط وسهل، ولكن يعني تدري باثناء التطبيق احيانا الحاسبه او مثلا انت تخطا لك بالادخال مال رقم معين. فاكو عندنا 2 بوينتس على اساسها نعرف احنا ماشيين بالاتجاه الصحيح لو بالاتجاه الخاطئ. البولد استيميت، بولد استيميت اوف ذا بوبوليشن فيرينس از ذا افريج اوف بوث سامبل فيرينس وانس ادجستد فور ذير ديجري اوف فريدم. انا عندي ستاندرد ديفيشن اول وعندي ستاندرد ديفيشن ثاني، زين المفروض الستاندرد ديفيشن اذا حاولت اخلطهم راح يكون هو شنو؟ فد شيء بتوين. اذا كان بي
extreme variation عنه، فمعناه هنا أنا أكو خطأ بالإدخال مال المعلومات مالتي. هذه واحدة. You know you have a mistake in calculation of the bold estimate of the variance if it is does not come out between two estimates. إذا هو خارج عن الحسابات الاثنين فأكيد you doing a mistake. هذه واحدة. الثانية you have also made a mistake if does not come out closer to estimate from larger sample. واحدة من السامبلز حجمها 30 29، واحدة من السامبلز حجمها 6. البولد اس لنفترض يعني اللي حجمها 30 كان الفيرينس مالتها هو 0.3 0.3، وذيك الثانية اللي حجمها 3 كانت مثلاً 1.6. فهنا إذا طلعت لي القيمة هي قريبة على ال 1.6 معناها you doing a mistake، وإذا طلعت لي القيمة قريبة على ال 0.3 معناها you are right. أوكي، نجي على السمري comparison between two mean. بإمكاننا نسويها بالزت وبإمكاننا نسويها بالتي. ال are independent and the variance is known. نقدر نسويها بالزت. variance unknown و sample size بينهم أكثر من 30، فمعناها نسويها بمن؟ هم بالزت. The variance is not known. واحد من السامبل او اثنين هم اقل من 30 تي must be used. التو سامبلز هذول اللي اخذناهم هل هو لشخصين مختلفين يعني حتى نكون نسميهم اندبندنت، او احيانا هي لشخص واحد كان يكون ماخذينه بري وبوست انترفيشن، أو بري سبيسيفيك استراتيجي وبوست سبيسيفيك استراتيجي، ماخذين الرايت اي والليفت اي مالت، ماخذين الليفت اير وين رايت اير، او ماخذين لشخصين هم في نفس الوقت نفس الايج نفس الجندر نفس هذا، بحيث هم ويل كروس لماجد. فهنا ننتقل من الاندبندنت الى فشيء نسميه بيرد. Bertie test for dependent sample. هنا بعد مو independent, dependent sample. T-test. Dependent sample are samples that are paired or matched in some way. Independent sample, sample are not related. Example of the dependent sample, sample which having the same subjects are used in pre and post situation. مثل ما اتفقنا على انه يعني جزء من عندهم. يعني شخص مسوي له بري العفو بري انترفينشن اسسمنت وبوست انترفينشن اسسمنت قبل لا تطيف هذا سبيسيفيك استراتيجي اوف تريتمنت، وبعد ما انطيت سبيسيفيك استراتيجي اوف تريتمنت تشيكت الفيجوال اكوتي قبل الانترفينشن وتشيكت الفيجوال اكوتي ما بعد الانترفينشن. Another type of dependent sample هو الماجد. ماجد مثل ما اتفقنا طالب اليوم فلان بالمدرسة الابتدائية، هذا الطالب اجيب لي واحد شبيه به نفس العمر ونفس الجنس ونفس المنطقة السكنية ونفس وظيفة الاب والام احيانا، فهنا انا اقدر اعتبرهم ذول بيرز. الخطوات الأولى إيش قد المين مال الأول وإيش قد المين مال الثاني، أطلع الدفرنس بيناتهم لكل واحد. راح تكون عندي هذه شنو pairs of difference، نفس هدي calculate the difference for each pair of the data. Find the mean. هذه الدي اللي طلعت لي الأول والثاني والثالث والرابع أجمعهم وقسمهم على عددهم راح أطلع من عندها المين.
نفس الخطوات اتبعها وين؟ في ايجاد الستاندرد ديفيشن. Find the standard deviation of the difference. نفس الخطوات اطلع الستاندرد ايرور او ذا ديفرنس. الستاندرد ديفيشن اقسم على من؟ على الان. Find the test value of the t. t هنا اختلفت بعد ما عندي مين الاولى ناقص المين الثاني، هو اصلا d المعدل مالتهم العفو المين هي كانت المعدل مال الدفرنس بيناتهم. اخذ القيمه المطلقه مالتها اقسمها على الستاندرد ديفيشن للدي واقسمها على الذر ان. الان هو شنو؟ النمبر اوف بيرز مو النمبر اوف ذا تو سامبل. انا صحيح عندي تو سامبل الثاني بس هم دول ديبندنت، فلذلك اخذ عدد الازواج. الديجري اوف فريدم راح تساوي لي ان ماينس 1. هايبوثيسيس فور ذيس بروبلم شو تقول؟ تقول النل هايبوثيسيس ميو فور ذا دي زيرو، الالترناتيف ميو فور ذا دي از نوت ايكوال تو زيرو، الاسامبشن ذات ذا ديفرنس بتوين ذا بيرز اوف ذا فاليو ار ابروكسيمتلي نورمالي ديستريبيوتد. طلابنا الأعزاء لهنا انتهت محاضرة الدي التي تيست. اللي أحتاجه من عندكم بداية إذا أحد عنده فت سؤال معين يعني خلي تفضل. طلابنا الأعزاء يعني أكون لي القسمة على أساس معين، وهالأساس هذا راح نكون فد أربعة محاور أو خمسة محاور تكون الحركة من ضمنها. الأول هو الكوانتيتيف فاريبل باوع المقارنة بين سامبل وسامبل وسامبل بوبيليشن، هذا الجزء الأول انتهينا منه. الجزء الثاني هل يريد يقارن مين بمين؟ لو يريد يقارن بروبورشن ببروبورشن، هاي اثنين. الجزء الثالث يباوع للسامبل سايز، سامبل سايز هل هو اكثر من 30 او بالبدايه السيجما موجوده لو ما موجوده. الجزء الرابع اذا السيجما ما موجوده نتوجه وين؟ على السامبل سايز، هل هي اكثر من 30 او اقل من 30. يا يقدر يعطيني في السيتويشن هنا نستخدم به الزت مكان ما نستخدم التي. دكتور اذا كان السامبل سايز اكبر من 30 او اذا كان الستاندرد ديفيشن او البوبوليشن معلوم. ورد عاشتك حسين، مو حسين، حسين طاهر. نعم دكتور. اذا 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 كانت يعني وحده من السامبلز اكثر من 30 وحده من السامبلز اقل من 30 ايش نستخدم؟ نستخدم التي تيست. تي تيست جيد. اذا كان عندي سيجما انون وعندي تو ستاندرد ديفيشن والسايز مالتهم اثنينهم قريب لل 30 اقل لل 30 فايش نستخدم؟ نستخدم الزيت اقل يعني اذا اقل لل 30 دكتور؟ ايه يعني اذا كان السامبل سايز اقل من 30 والسيجما معلوم. سيجما انون. نستخدم التي تيست. تي تيست. اذا كان السايز وحده 30 ووحده 80 والسيجما از انون ايش نستخدم؟ نستخدم الزت لان تقريبا ال 30 مقاربه والاخرى اكبر من ال اذا كان وحده من السامبلز
22 ووحدة 500. ايش نستخدم؟ تي تي لان وحدة منهن اقل. جيد جيد. حسين طه. نعم دكتور. اذا 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 two samples اخذناهم اثنينهم لاطفال مدارس والاطفال اختارينا الجنس الذكوري فقط وردنا نشيك لهم يعني في الديسكيل خاص بال hearing disability زين واختاريهم من نفس المنطقة واختاريناهم في نفس الوقت من آباء متقاربين العمل والعدد مالتهم كان مثلا اختارينا 10 طلاب المدرسة الأولى و10 طلاب المدرسة الثانية. ايش نستخدم هنا يا تيست؟ تي تيست. وش تايب اوف تي؟ التايب الأخير اللي درسناه قبل شوية ما اللي هو بين الاندبندنت وال هذول نعتبرهم ديبندنت. جيد نعم لان نفس ال فنستخدم فشي اسمه بيرد تي تيست. اوكي نعم. اكو احد غير حسين حاضر؟ طلاب اكو احد يقدر يعطيني سيتويشن اخر نستخدم به البيرد تي تيست؟ حسين بدون ما تجاوب غيرك. شباب احد يقدر يعطيني سيتويشن اخر نستخدم به البيرد تي تيست؟ يعني هستونا حكيناها ما صار لها هواي. حوراح انظم. حاضر حوراح. رسل عبد السادة. الماتشت لما تكون الماتشت سامبل نستخدم البيرد. هذه من جاي يجاوب نبأ؟ نعم دكتور. نبأ جيد جيد. هسه عندنا اثنين حاضرين يعني حضور فعلي. اسماء موجودة. آيات. رسل مشتاق. بابا الموجود وصيح باسمه جاوب.